العربية ديت بنزين حوالي 10 لتر، بقالي 3 أيام وهو عمال ألف بالعربية مفيش، كل اللي نزل شرطة. في اختبار جديد مع المال النهاردة احنا هنجرب لكم عربية جديدة، هنجرب عربية اودي الكيو 2 2019، العربية اللي بتراهن بيها شركة اودي على شريحة السيارات الاس يو في الرياضية متعددة الاستخدامات الكروس اوفر الصغيرة. مبيعات العربيات الكروس اوفر في العالم كله بتشهد معدلات نمو ضخمة جدا بما فيها السوق المصري. اودي بتقدم لنا موتور جديد في العربية وبتقدم لنا مواصفات جديدة في العربية بتخليها اكتر تنافسية ان هي تقدر تنافس شركات اسيوية وشركات اوروبية كانت متصدرة السوق ده. بالنسبة لتصميم العربية ديت وابعادها بصراحة انا شايفها حلوة، هي كنزة شوية. طول العربية بيعمل 4 متر و1/10 بعرض 2 متر، ارتفاع متر، متر ونص عن الارض، وده عشان تقدر تتعامل مع الطرق المصرية بمنتهى السلاسة. قاعدة العجلات بتاعتها 2 متر و6/10، صح. انا عاجبني قوي التحكم في العربية، عاجبني قوي. الزراير محطوطة في مكان كويس، كل حاجة فيها سهلة، يعني بعلي وبوطي من هنا، بغير انظمة القيادة من هنا، بتحكم في الشاشة 7 انش من هنا. الكراسي اللي احنا قاعدين عليها دي كراسي مريحة جدا، وجلد ورياضية وكل حاجة، وفيها مساج. دور ال 1000 سي سي في العربية ديت هو من تراستي اف اس اي، وده 1000 سي 3 سلندر بيخرج 116 حصان. عزم الدوران بتاع العربية ديت 200 نيوتن متر، بيبدأ من 2000 لفة محرك ل 3500 لفة محرك في الدقيقة. الموتور ده بيتسارع من 0 ل 100 في حوالي 9.9 ثانية أو 10 ثواني، بيستهلك 4.4 لتر القطع مسافة 100 كيلو. وطبعا المعدل ده صغير جدا، يعني هو برضه موتور صغير 1000 سي، بس المعدل دوت معدل كويس جدا. بس انا ليا تعليق عموما على موضوع متوسطات البنزين. الشركه الام بتحسب متوسط البنزين على ظروف طريق مثاليه، ودي ما بتبقاش موجوده لا في مصر ولا في اسواق اخرى. فدايما موضوع حسابات الشركه الام للمتوسط استهلاك الوقود بيطلع مش صحيح. يعني اللي شفته في الثلاث ايام في استهلاك البنزين في قياده العربيه دي والاداء اللي انا واخده مع الاستهلاك ده، يعني بجد بجد العربيه ما بتستهلكش بنزين. اقل عربيه ركبتها لغايه دلوقتي بتستهلك بنزين. وزن العربية ديت 1208 كيلو. العربية دي دفع أمامي، وبتنزل في بعض الأسواق التانية بالكواترو المشهور بتاع أودي، دفع رباعي. والتحدي اللي عملته أودي في المواتير ديت إن هي قدرت تحافظ على الموتور وكفاءته وقوته مع الضغط العالي جدا اللي بيولده جهاز التربو اللي محطوط في العربية، شواحن التربو. زي ما احنا شايفين دلوقتي هي العربية اللي التحكم بتاعها الستيرنج بصراحة ممتاز. من ضمن الحاجات اللي عجباني ان هم نزلوا كومفورت كي كتجهيز اساسي من العربيه، بيسمح لك انك انت تفتح وتتحكم وتشغل وتدور وكل ده، والريموت في ريموت العربيه او مفتاح العربيه في جيبك. النقلات اللي تحت هو موتور قايم جدا، وانا شايفه اداؤه ممتاز بصراحه في الاداء في النقلات اللي تحت. اودي عندها عربيات زي الكيو 2 والكيو 3 ومجموعه الاي كلها بتأهلها ان هي ممكن تاخد مركز مختلف تماما عن اللي هي فيه. هم عندهم خطة طموحة ان هم يوصلوا السنة دي للمركز الثاني. العربية دي بقى واحدة من العربيات اللي ممكن تخلي اودي تروح في حتة تانية. ليه بقى؟ لان العربية ديت بتنافس شركات يابانية، بتنافس شركات اسيوية. فيتيس دوت استرونيك 7 سرعات، العربية منظومة الدفع الامامي
الفتيس دوت بيعتمد على النقلات الزوجية لوحدها والنقلات الفردية لوحدها، وهو بيدمج ما بينهم عشان ما يضيعش اي وقت في عملية الانتقال من سرعة لسرعة. طبعا عندنا في المنطقة ديت في تكييف العربية البكر، وفي انظمة القيادة برضو ممكن من هنا، ودوت السنسور اللي موجود في العربية. العربية طبعا فيها كاميرا خلفية بتساعدك وانت بترجع في اي وضعية، يعني بترجع بتركن الكاميرا اللي ورا بتساعد. ادوات الاستشعار بتاعت العربية ديت حساسات الاستشعار، حساسات كويسة جدا وبتديك تنبيه في وقت قياسي، يعني ما بتتأخرش. تعرف في عربيات دايما بيبقى فيها الحساسات ديت عبال ما تخبط مثلا العمود ولا حاجة وبعدين تبقى تزمر بعدها. انظمة القيادة اللي في العربية ديت كومفورت واوتو وداينامكس. داينامكس ده اللي هو الرياضي والانديفيديوال، تقدر في اي وقت تغير ما بينهم. طبعا انا الداينامكس جنني من اول اختبار القياده، احنا بقالنا 3 ايام يا جماعه بنختبر العربيه ديت. في حاجتين ممكن تتحكم فيهم في نقلات العربيه، سواء البدلات اللي عندها استجابه سريعه جدا وانت بتنقل، ممكن تتحكم في الفتيس انك انت تجيبه على اليمين تبدا تزود نقلاتك لفوق او ترجع نقلاتك لورا. احنا شايفين طبعا دلوقتي في النقلات اللي فوق ار بي ام سريعه جدا. العربيات الاس يو في كلها لما مثلا بتبقى بتجري ولا حاجه وبتاخد غرزه ومش بتبقى قاعد قلقان، العربيه ممكن تتقلب. العربيه برضو العربيات العاليه مختلفه شويتها عن السيدان والهاتشباك، بس صراحه كيو 2 عربيه تحس ان هي ماسكه قوي في الارض. واحده من الحاجات الجميله قوي اللي عملتها اودي في العربيه ديت الطاره دي لوحدها قصة تانية. لغاية الرابع العربية ديت 116 حصان زي ما بيقول الكتاب، وعشان عزم الدوران كبير ووزن العربية صغير فتلاقي العربية قايمة معاك جدا. الكنبة من الخلفية للعربية ديت هي كنبة يعني مساحتها كويسة مش وحشة، بس طبعا ما تناسبش الأسر الكبيرة أو أسرة مثلا فيها 5 أفراد ولا حاجة، تبقى صعبة شوية. العربية ممكن يقعد فيها 4 مرتاحين جدا. فتحات التكييف دي برضو واحدة من الحاجات اللي عجبتني قوي. يعني في عربيات عملت نفس التصميم بتاع الفتحات دوت، منها طبعا مرسيدس اللي بدأتها يعني، بس بصراحة اودي عاملة الفتحات دي بشكل شيك قوي. التحكم فيه بسهولة، تقدر في اي وقت توجهه زي ما انت عايز. على قد ما موتور العربية دي صغير بس فعلا تكيفها كويس جدا، ومش متأثر بموضوع ان الموتور صغير. مفيهاش عربية اودي ومفيهاش كراسي كهرباء، وفي الشريحة ديت ما فيهاش كراسي كهرباء. العربية مفيهاش فوج لايت، اي نعم الفانوس جميل وبينور، الاي دي شكله حلو وكل حاجة، بس يعني لازم فوج لايت. العدادات بكمبيوتر الرحلات اللي في العربية انا عاجبني، بس لو كانت الشاشة اللي بتنزل فيها برا مصر فول سكرين اعتقد كانت هتبقى احسن يعني.